بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي وأبنائي الأعزاء، أهلا بكم معنا مرة تانية في سلسلة محاضراتنا عن مقرر الهيستولوجي والوراثة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع التستس. والتستس زي ما احنا عارفين دي واحدة من الميل جينيتال سيستم أو الميل ريبرودكتيف سيستم. هنتكلم في ايه عن التستس؟ زي اي جلاند، لما نيجي نتكلم عن حاجتين، الحاجه الاولانيه هي الاستروما، الحاجه الثانيه هي البارينكيا. والاستروما في اي جلاند بتتكون من ثلاث حاجات رئيسيه: رقم واحد الكبسول، رقم اثنين السته، رقم ثلاثه الريتيكولار نتورك. الاستروما في التستس الكبسول بتاعتها فيها كام لاير؟ 3 لايرز، التونيكا فاجينالس والالبجينيا والباسكولوزا. التونيكا فاجينالس هنتكلم فيها عن اوتر وانر لايرز. اما البارينكيما هنتكلم فيها عن ايه؟ هنتكلم عن اكسوكراين بورشن واندوكراين بورشن. الاكسوكراين بورشن اللي هو السمنيفرس تيبيولز ومعاها الكوندكتنج بورشن، يبقى السكريتوري بورشن اللي هو السمنيفرس تيبيولز واللي بيفرز السبيرمز. الاندوكراين بورشن اللي هو الليدك سيلز ودي بيفرز التستوستيرون. قبل ما نتكلم في الموضوع عايزين نعرف الديفلوبمنت اوف ذا تيستس. التيستس ديفلوبز ريتروبروتينيه، يعني ايه ريترو بيريتونيال؟ بالشكل ده، لو قلنا ان الكرة دي بتمثل البيروتون او البيريتوني، الخط الاحمر ده هو البيريتونيال ميمبرين، والفلويد اللي جوه ده اللي لونه مخضر ده او اصفر ده اللي هو البيريتونيال فلويد. يبقى البالونة دي عبارة عن البيريتونيال سيل. التستس جنبها بالشكل ده او ريترو بروتونيال، يعني وراها بالشكل ده، يعني ده قدام وده ورا. المطلوب من التستس دي ان هي تنزل تاخد تمشي المشوار الطويل ده علشان توصل للسكروتو. طب تعمل ايه؟ عندها كذا حل اولانيه تهرب كده، ده ما بيحصلش. حاجه ثانيه انها تخرم دي وتعدي على طول، ده ما ينفعش. امال تعمل ايه؟ شوف مع بعض كده. هتبدا اثناء الديفلوبمنت هتعمل انفاجينيشن لل بيريتونيال كافيتي بالشكل ده. فلما تعمل انفاجينيشن هيبقى عندي 2 layers من البيريتونيال كافيتي. الاولانيه بنسميها فيسرال لاير والثانيه هنسميها بارايتال لاير. هنشوف كده التست بدأت هتعمل ايه. هتعمل انفاجينيشن لجزء من البيريتونيال كافيتي لحد ما تتحرك كده وتوصل للسكروتوم. دي التستس وليها البلاد سبلاي والنيرف سبلاي والليمف درينج بتاعتها. دلوقتي جوه السكروتوم سراوندد بايه؟ بتو لايرز من البريتونيال كافيتي. يبقى لما اجي اتكلم عن الاستروما هتكلم عن ايه؟ رقم 1 التونيكا فاجينالس، رقم 2 التونيكا البوجينيا، رقم 3 التونيكا فاسكولوزا، وبعدين السبتا والريتيكولار نتورك. ادي التستس سبلايد بالنيرف سبلاي والبلاد سبلاي. واحنا اتفقنا مع بعض ان في 2 لايرز من البريتونيال كافيتي هيلف حوالين التستس. اللي بره خالص اللي لونها ابيض دي بسميها اوتر بارايتال لاير، اللي جوه لونها ازرق دي بسميها انر فيسرال لاير، اللي في النص ده البريتونيال فلويد. التلاتة مع بعض بسميهم تونيكا فاجينال، واللي بتمثل الاوتر كبسول بس مش الترو كبسول. يبقى الاوتر كبسول بتتكون من ايه؟ رقم 1 اوتر بارايتال لير، رقم 2 انر فيسرال لير، رقم 3 ان البريتونيال فلويد. دي اللي هي التونيكا فاجينالس.
مرة تانية التركة فاجينالس دي الأوتر كبسول، بتتكون من أوتر باريتال لير، إنر فيسرال لير، وسبيس إن بتوين في فيلم. أمال إيه التونيك ألبوجينيا؟ التونيك ألبوجينيا دي ترو كبسول ودي الميدل كبسول، هنشوفها كده. هي دي التونيك ألبوجينيا، بيحصل لها ثيكنينج بوستيريورلي عشان تعمل لنا الميديا ستاينم بتاعت التستس. يبقى الميديا ستاينم اوف تستس، الميديا ستاينم اوف تستس هتبقى بوستيريور كده نتيجه ثيكنينج اوف ذا ترو كبسول او التونيكا البوجينيا. يبقى اتكلمنا عن التونيكا فاجينيس اللي هي نتيجه الانفاجينيشن. رقم اتنين التونيكا البوجينيا اللي لونها ابيض نتيجه ان هي فايبرس، بسبب ان هي فايبرس تيشو او كولاجينس فايبرس تيشو، عشان كده بيبقى لونها ابيض. بيحصل لها سيكلينج بوستيريورلي وتعمل الميديا ستاينم تيستس اللي هي اتاتش، او من خلالها بيبقى عندي البلاد فيزلز والليمفاتكس والنيرف بيدخل ويخرج لي للتيستس. كمان بيبقى هنا الريد تيستس اللي هي جزء مهم جدا من الانترا تيستيكولار داكت سيستم. يبقى التركي البوجينيا دي عباره عن دينس كولاجينس كونكتيف تيشو، بنعتبرها الترو كبسول، وبيحصل لها ثيكنينج بوستيريور دي علشان تعمل الميديا ستاينم تيستيس. امال ايه التونيكا فاسكولوزا؟ دي الانر كبسول. يبقى اذا في عندي هنا كبسول ثالثه بتبقى هايلي فاسكولار، بتكون هايلي فاسكولار. يبقى دي عباره عن لوز ارولار كونكتيف تيشو. امال دي في دينس فايبرس كونكتيف تيشو اللي هي التونيكا البوجينيا، لكن انا بتكلم عن هايلي فاسكولار لوز كونكتيف تيشو. ليه؟ علشان يظبط لي التمبريتشر بتاعه التيست دي، يخليها دايما في اللو تمبريتشر. طيب يبقى هي نقدر نقول ان هي لايننج، هي صح كفرنج التيستس، لكن لايننج التونيكا البوجينيا ممكن نقول عليها كده لايننج التونيكا البوجينيا. يبقى انا عندي كام تونيك كده دلوقتي؟ ثلاثه. الاولانيه سميناها فاجينيس، الثانيه سميناها البوجينيا، والثالثه سميناها فاسكولوزا. يبقى التونيكا فاسكولوزا دي الانر لير، وقلنا ان هي بتبطن التونيكا البوجينيا. لاحظ معايا ان علشان اعمل سيبته في التستس، مين اللي بيعملها لي؟ التونيكا البوجينيا. لكن التونيكا البوجينيا وهي داخله علشان تقسم لي التستس دي لكومبارتمنتس، لازم تزق معاها التونيكا فاسكولوزا. علشان كده بنقول ان السيبته عباره عن 3 ليرز، 2 فاسكولوزا وفي النص في تونيكا البوجينيا. يبقى السيبته بتتكون من ايه؟ بتبقى radiating من الميديا ستاينم وما بتوصلش للناحية التانية، عشان كده بتبقى incomplete tubules compartments. يبقى دي بسميها السبتة. يبقى السبتة بتاعتنا في التستس عبارة عن تونيك البوجينيا، بتعمل extension جوه testicular tissue علشان تقسمه لي الى compartments، وهي داخله بتزق معاها التونيكا فاسكولوزا. علشان كده السيبتم بيكون من 2 تونيكا فاسكولوزا، وان بتوين الاقي التونيكا البوجيني. يبقى الدسم البارينكيما بتاعتي لحوالي 300 جزء، بسميهم لوبيولز او لوبيولايتست. كل لوبيول طبعا فيكم في اليوتيوبز بتاعتها ده نفس الكلام. يبقى دي عباره عن ديلكت انكمبليت فايبرس سيبت. بتيجي منين؟ بتيجي من الميديا ستاينم. عباره عن ايه؟ عباره عن تونيكا البوجينيا ومعاها التونيكا فاسكولوزا. جوه الكومبارتمنتس دي بلاقي التيبيولز او اللي بنسميها السيمينيفرس تيبيولز، وهي دي اللي بتكون السبيرمز. الريتيكال نتورك اللي ما اقدرش اشوفها باللايت مايكروسكوب، اللي هي مرسومه بالضعيف بالخط الضعيف قوي ده، دي اللي هي الريتيكولار نتورك. دي لو شفنا دياجرام للتستس، دي عباره عن كومبارتمنت، ودي اللي قلت لكم عليها من شويه السبته، وهي نازله من الميديا ستاينم. دي الميديا ستاينم والفتحات دي اللي هي الريد تستس، ودي جزء من
الكوندكتنج بورشن، لكن السبته بتقسم لي التستس الى كومبارتمنت حوالي 300 كومبارتمنت. طبعا انا شايف قدامي خمسه او سته، لكن الباقي طبعا ورق. اللي جوه دي هي السيمينيفرس تيبيول، واللونها غامق قوي اكيد هي التونيكا البوجينيا، والتونيكا فاسكولوزا ما هيش مرسومه هنا بره، لكن دي اللي هي التونيكا فاجينالس، تو لايرز وبينهم من بعض، يبقى دي التونيكا فاجينالس ودي التونيكا البوجينيا، ودي التونيكا فاسكولوزا ما هيش باينه عندي في الصوره. نفس دي هي نفس دي لو انت ركزت معايا شويه. مره تانيه دي السته طالعه من الميدياستاينم، مقسمالي التستس الى لوبيولز حوالي 300 500 لوبيول، كل اللوبيول جواه من 3 ل 4 ل 5 سيمينيفرس تيبيولز. الصوره دي حلوه قوي. ايه اللي بره ده؟ التونيكا البوجينيا، ودي التونيكا فاسكولوزا اللي هي ريتش ان بلاد فيزز. علشان اعمل السيبتم بتيجي التونيكا البوجينيا تزق التونيكا فاسكولوزا وتكون لي السيبتم بالشكل ده، وتقسم لي الجلاند الى لوبيولز. طيب تعال نتكلم عن البارينكيما. لما نيجي نتكلم عن البارينكيما نتكلم عن حاجتين، اكسوكراين بورشن واندوكراين بورشن. الاكسوكراين بورشن اللي هو السيمينيفرس تيبيولز، وفي السيمينيفرس تيبيولز بعد ما نشوف الجنرال استراكشر بتاعتها بنشوف ايه السيلز اللي ممكن الاقيها في السيمينيفرس تيبيولز. عندنا تو تايبز اوف سيلز. السيلز اللي انا شايفينها قدامنا على السبوره دي اللي بنسميها السبرماتوجينيك سيل، لكن في السيمينيفرس تيبيول كمان بلاقي خليه مهمه جدا اسمها السرتولي سيل. دي السيمينيفرس تيبيول، دي تيبيول واحده لو خدت فيها سيكشن هتبان مالتيبل اوبننجز بالشكل ده. لو خدت سيريال سيكشن يعني سيكشن تاني زي ما بنعمل في الهيستولوجي هيبقى عندي دواير، مجموعه من الدواير بالشكل ده. مجموعه الدواير دي بتمثل تيبيول واحد بس. علشان كده لما اقول دي سيكشن في تيستس يبقى التيبيولز الفتحات الدوائر الكتيرة دي هتبان بالشكل ده. يبقى إذن اللي قدامي دي ممكن تكون تيبيول واحدة بس، لكن لأن دي هايلي كونفوليوتد فهتبان مالتيبل سيركلز دوائر كتيرة، لكن دي ممكن تكون تيبيول واحدة ودي ممكن تكون تيبيول واحدة لكن دي مالتيبل سيكشن. دي لما أكبر الصورة دي السيمينيفرس تيبيول، سيكشن في السيمينيفرس تيبيول وده سيكشن في السيمينيفرس تيبيول، وبينهم بعض التشو اللي بنسميه الانترستيشيال تشو. يبقى ده الانترستيشيال تشو، يبقى دي التونيكا البوجينيا، وبعدين دي البلاد فيزلز اللي موجوده في التونيكا فاسكولوزا، وبعدين تنزل السبته علشان تقسمني التستس الى لوبيولز، كل اللوبيول جواه مجموعه من السيمينيفرس تيبيولز، وده سيكشن في السيمينيفرس تيبيول باين في صوره دوائر. ما تبقاش دوائر طبعا مثاليه، لكن زي ما احنا شايفين دوائر. يبقى السيمينيفرس تيبيول عباره عن ايه؟ فيري لونج تيبيول ممكن توصل ل 80 سم. الديامتر بتاعنا كبير برضه 200 مايكرون. لايند باي تو تايبز اوف سيلز، جيرم سيلز او اللي هي السبرماتوجينيك سيلز، وده بيبقى عباره عن ستراتيفايد ايبيثيليوم، وجنبيه سيرتولي سيلز او سبورتنج سيل. طيب يبقى استكمالا للاستراكشر اوف ذا سيمينيفرس تيبيول، بلاقي السيلز اللي انا اتكلمت عليها من شويه اللي هي الجيرم سيل والسيرتولي سيل ريستنج على بروميننت بيزمنت تمبرين. بره هذه البيزمنت تمبرين بلاقي ايه؟ بلاقي سين لاير من الكونتراكتايل مايو ايبيثيليال سيلز، ممكن توصل ل 3 لايرز. هل هي موجوده في الهيومن ولا مش موجوده في الهيومن؟ ده كونتروفيرز هنعرفه في الاخر. لكن المايويد سيلز دي لما تكون موجوده فايدتها ايه؟ تعمل كونتراكتيليتي. هذه الكونتراكتيليتي تعمل ويفز اوف كونتراكشن. هذه الويفز اوف كونتراكشن بتحرك لي السبيرم. طب والسبيرم ما بتتحركش لوحدها ليه؟ لان اماتيور اموتايل سبيرم. ادي السيمينيفرس تيوبيولز وجواها السبيرم، ودي السبرماتوجينيك سيل ومعاها السرتولي سيل. من بره الاقي المايويد تيشو، لكن هي ريستنج على بيزمنت امبري.
ادي مره تانية السمنيفرس تيبيول، وادي البيزمنت ممبرين اللي لسه كنت بتكلمكم عليها شويه، ومعاها المايويد تيشو، وبعدين دي السيلز اللي هي ايه سبرماتوجينيك سيل او الجيرم سيل والستراسيفايد ابيثيليوم، ومعاها السرتولي سيل الخليه الطويله دي بسميها السرتولي سيل. طب تعال بقى نتكلم بالتفصيل شويه. السبرماتوجونيا، السبرماتوجونيا دي عباره عن الستيم سيل، موجوده فين؟ موجوده ادجيسنت جنب البيزمنت ممبرين مباشره. بتنقسم بالميوسيس ولا بالميتوزيس؟ لا بتنقسم بالميتوزيس، عشان في الاخر خالص في النهايه تديني البرايمري سبرماتوسايت. السايز بتاعها بيبقى سمول. التركيب الجينوم بتاعها 2C2N، يعني ايه؟ يعني السوماتيك سيل عاديه خالص. السبرماتوجونيا دي ثلاث انواع، النوع الاولاني بنسميه تايب اي دارك، النوع الثاني بنسميه تايب اي بيل، والنوع الثالث بنسميه تايب بي سيل. الاولاني الدوميننت ريزيرف ستيم سيل، ده بيبقى عدده قليل شويه وقاعد مستني لو النوع ده نقص يكمله لنا، لكن ده هو الستيم سيل الحقيقي اللي هو ايه، اللي هو تايب اي بيل سبرماتوجونيا. تعالوا كده نشوف التايب ايه دارك، ليها دارك نيوكلياي، بتنقسم بالميتوتيك سيل ديفيجن، عشان كل خليه تدي تو سيلز من التايب ايه دارك، يعني ما ينفعش تدي تايب اي بي، لازم تدي تايب اي بي. بس هتدي امتى تايب اي بي؟ لما السيل ديفيجن بتاعنا يبقى كما لو كان انكمبليت بالشكل. يبقى التو سيلز هنا بيشتغلوا كوان سينسيتيم، يعني خلية واحدة وكأنها باي نيوكليتس، بس ما نقولش عليها كده خالص، لكن دول تو سيلز بيشتغلوا كوان سينسيتيم، يعني لما يجي ينقسموا لازم ينقسموا مع بعض بالشكل ده، عشان يدولي برضو وان سينسيتيم من طيب اي بيل سيل، عشان كده بنسمي طيب اي بيل سيل رينيوينج ستيم سيل، هي دي اللي مسؤولة عن العدد الكبير من السبيرمز. يبقى الخلية دي لما تنقسم بالميتوتيك سيل ديفيجن هتديني التايب بي. لما نيجي نفرق بين التلاتة هنلاقي دي دارك نيوكليس، بيل نيوكليس، دارك نيوكليس، لكن دي أصغر من دي. ده كل الفروقات اللي بين التايبز اوف سبرماتوجونيا. يبقى السبرماتوجونيا عندي تلات أنواع، طيب ايه دارك، طيب ايه بيل، طيب بي. ودي الصورة من المرجع بتاعنا. الطيب ايه دارك طول ما هي بتنقسم هتدي بالشكل ده، هتدي طيب ايه دارك، لكن امتى هتدي طيب ايه بيل؟ لو انقسمت بالشكل ده. الطيب ايه بيل تفضل تنقسم تدي عدد كبير جدا من الطيب ايه بيل، كل خلية هتدي اتنين من الطيب بي، الطيب بي هيحصل لها ديفرنشيشن علشان تديني البرايمري سبرماتوسايت. يبقى ده الملخص بتاعنا، عندنا طيب ايه دارك، طيب ايه بي، طيب بي، طيب ايه دارك الستيم سيل معاها دارك نيوكليس، لما تنقسم بالميتوتيك سيل ديفيجن هتدي حاجة من اتنين، يا اما تدي نفسها اللي هو طيب ايه دارك او تدي طيب ايه بي. الطيب ايه بي برضه بتنقسم بالميتوتيك سيل ديفيجن، لكن النيوكليس بتاعتها بيل، لما تنقسم هتديني طيب ايه بيل اللي هي نفسها يعني، وتديني طيب بي. طيب بي يعتبر نوع من الديفرنشيشن، لكن الطيب بي برضه بتنقسم بالميتوتيك سيل ديفيجن علشان تديني ايه، تنقسم بالميتوتيك سيل ديفيجن عشان يحصل لها ديفرنشيشن وتديني البرايمري سبرماتوسايت. يعني ايه ديفرنشيشن في طيب بي؟ يعني دوبليكيشن اوف ذا دي ان اي. يبقى الخليه دي في الوقت ده بعد ما يحصل لها دوبليكيشن وتبقى برايمري سبرماتوسايت، يبقى الجينيتيك كونستيتوانت بتاعها بدل ما هو تي سي 2 سي هيبقى 4 سي. لما نروح للبرايمري سبرماتوسايت هنلاقي نفس الكلام اللي انا قلته شويه، دي خليه طالعه من مين؟ دي طالعه من التايب بي، لارجست سبرماتوجينيك سيل، ليها بيزوفيليك نيوكليس، تمام. بتطلع منين؟ من تايب بي، بس الكلام ده لازم يكون افتر بيوبيريتي، هيحصل ديفرنشيشن، وعرفنا يعني ايه ديفرنشيشن، اهي الجمله اللي بعدها، دي ان ايه از دوبليكيتد،
يبقى لما اجي ابص على الصوره بتاعتي الاقي دي اول حاجه بتقابلني دي البلازمتين بريمو دي البلاك بيزل. اول خليه هتقابلني هي الاسبرماتوجوني، اللي بعدها هي البرايمري سبرماتوسايت. وشايفين الاثنين لسه لازقين في بعض ازاي؟ دول البرايمري سبرماتوسايت. الجينيتيك كونستيتوينت بتاعها عباره عن 4C و2N. دي البرايمري سبرماتوسايت. At the end of the first mitotic division, the primary spermatocyte هتنقسم وتديني two cells نسميهم secondary spermatocyte. Daughter cell has half number of chromosomes اللي هي 1N. دي كان فيها ايه؟ دي primary spermatocyte كانت 4C2N. دلوقتي الدوتر بتاعها اللي هي secondary spermatocyte هيبقى فيها 1N و2C اللي هي secondary spermatocyte. هذه السكندري سبرماتوسايت هتدخل في السكند ميوتيك سيل ديفيجن بسرعه، علشان كده فيري ديفيكالت ان انا ممكن اشوف الخليه دي في الشريحه بتاعتي. يبقى لما يجي سؤال ام سي كيو، ايه اكتر ايه الشريحه ايه اللي ايه الخليه اللي ما اقدرش اشوفها في السيمينيفرس تيبيول، يبقى هي السكندري سبرماتوسايت. ايه هي اكبر خليه ممكن اشوفها في السيمينيفرس تيبيول، يبقى هي برايمري سبرماتوسايت. ايه هي الخليه اللي الكونستيتوانت بتاعها 4C2N؟ البرايمري سبرماتوسايت. ايه هي الخليه اللي الكونستيتوانت بتاعها 2C1N؟ السكندري سبرماتوسايت. ايه هي الخليه اللي الكونستيتوانت بتاعها 2C2N؟ دي كل السبرماتوجونيا. يبقى اذا دي السكندري سبرماتوسايت طالعه منين؟ من البرايمري سبرماتوسايت. امتى؟ لما يحصل السكند ميوتيك سيل ديفيجن، وزي ما احنا شايفين هنا اتنين، واكيد في اتنين وراها لان دول طالعين من الاتنين دول، الاتنين دول هيدوا اربعه. هتكمل السكند ميوتيك ديفيجن وتتحول الى سبرماتيد. يبقى السبرماتيد هنا بتحتوي على ايه؟ 1C1N. اما السكند سبرماتوسايت كانت 1N2C. لما تكمل السكند ميوتيك ديفيجن تبقى كل خلية جديدة هي السبرماتيد فيها 1N and 1C، ودي أصغر خلية ممكن أشوفها في السيمينيفرس تيبيول. هذه الخلية هيحصل لها conformational changes وتتحول إلى سبيرم بعملية بسميها سبيرميوجينيسيس. الخلية دي شكلها إيه؟ بتبقى باللايت ميكروسكوب rounded وسمول وبيل بيزوفيليك سيتوبلازم اسيدوفيليك سيتوبلازم مع السمول نيوكليس. بالاي ام ما فيش فيها اكتر من الميتوكوندريا والار اي ار. يبقى اذا مره ثانيه دي السبرماتوجونيا بالديفرنشيشن هتتحول الى برايمري سبرماتوسايت، يعني فيها 4C2N. هذه البرايمري سبرماتوسايت بالفيرست ميتوك ديفيجن هتتحول الى سكندري سبرماتوسايت، الكونستيتوانت بتاعها 2C1N. تكمل السكند ميوتيك ديفيجن عشان تتحول الى سبرماتيد اللي هي 1C1N. يعني دي تنفع تكون دلوقتي جميل، ممكن انا اعمل لها انيكيوليشن في اوفم واحصل على زيجوت. دي صوره حلوه جدا جايبينها من كتاب جارتنر، علشان نشوف فيها ايه؟ هنشوف فيها ادي الاي دارك وادي الاي بيل وادي البي سيل، يبقى دي السبرماتوجونيا ودول الابيثيليوم كله على بعض. لكن لاحظ معايا هنا السيلز دي ما فيش النيوكليا بتاعتها ما فيش فيها كروماتين، امال فيها ايه؟ فيها كروموسومز. يعني انا اصطادتها او الصوره دي اصطادتها وهي في السيل ديفيجن. يا ترى مايوتيك ولا مايتوتيك؟ حسب المكان اقدر احكم. يعني لو كانت جنب البيزمنت ممبرين كده يبقى مايتوتيك، لكن دي طبعا بعيده عن البيزمنت ممبرين فاكيد دي صور للصور المايوتيك سيل ديفيجن. لكن في النهايه عندي سبيرمس اتكونت جوه اليومن بتاع السيمينيفرس تيبيول. السرتولي سيل، السرتولي سيل بتبقى خليه طويله والريجولر بالشكل ده، فلما اخد فيها سيكشن عمر ما يبان لها لاترال سيل ممبرين.
يبقى ايه السبتولا؟ سيل خليه طويله زي ما حكينا، رقم 2 كولامنر سيل هايلي ايريجولار، فيها نيوكليس وفيها سيتوبلازم. النيوكليس بتاعتنا بتبقى بيل لان فيري اكتف سيل، السيتوبلازم بتبقى سيتوفيلك عشان فيه مايكرو فيلمنتس كتير. اللاترال بوردرز بتبقى فيها بوكيت بالشكل ده علشان بيتحط فيها السبرماتوجونيا، السبرماتوجونيا بتبقى معششه هنا كده، بتصنع البلاد تيستس بارير. عشان كده اوضح حاجه اشوفها بالاي ام في السيرتوليسيل هي البلاد تيستس بارير. قلنا ان فيها ويل ديفلوب سايتوسكلتون من المايكروتوبيولز والمايكروفيلمنتس، فيها ميتوكوندريا برومننت جولجي اباريتس وار اي ار، فيها ليبيد دروبلتس و اس اي ار. النيوكلاس بتاعتنا بتبقى يو كروماتيك لان فيري اكتف سيل. يا ترى ايه الفانكشن بتاعت السيرتوليسيل؟ مهم قوي كتير كتير. الفانكشن اوف ذا سيرتولي سيل رقم 1 سبورتيف فانكشن، يعني هي اللي بتعمل سبورت لمين؟ السبرماتوجينيك سيل اللي هي برايم السبرماتوجونيا والبرايمري والسكندري والسبرماتيد. نيوتريتيك بتغذي كل السيلز دي وتغذي كمان السبيرمز بفروكتوز ريتش فلويد. فاجوسيتك سيل هي اللي بتاكل الاجزاء الزياده من السبرماتيد علشان تتحول الى سبرم، وده هناخدها بالتفصيل في محاضره السبرماتوجينيسيس. بتعمل سبرمييشن، يعني هي بتساعد السبرم على انه يحصل له ريليز بالرغم ان هو لسه ما يزال صغير ولا يتحرك. ايه طيب الاندوكراين فانكشن بتاعتها مهمه جدا لان بتفرز لي اندروجين بايندينج بروتين، وده بيزود الكونسنتريشن اوف ذا تستيرون داخل التستس. علشان ايه؟ عشان يساعد لي في عمليه السبرماتوجينيسيس. بتطلع اتنين هرمونز عكس بعض، واحد اسمه انهيبين والتاني اسمه اكتيفين. الانهيبين بيعمل انهيبيشن للاف اس اتش لما يكون محتاجين نعمل انهيبيشن، والاكتيفين بيفاسيليتيت ريليز اوف اس اس اف اوف اف اس اتش لما يكون محتاجين الاف اس اتش. البلازمينوجين اكتيفيتور، ودي حاجه مهمه، لكن الانتي مولاريان ده اكثر اهميه، اللي هو بيحدد لي اتجاه الامبريو يكون ميل ولا فيميل. مين اللي بيفرز الانتي مولاريان؟ اللي هي السيرتولي سيل. لكن من الفانكشنز المهمه جدا للسيرتولي سيل هي البلاد تيستس بارير. يعني ايه بقى بلاد تيستس بارير؟ لو قلنا دي سيرتولي سيل، بس احنا هنا هنرسمها بالشكل ده، دي سيرتولي سيل ريستنج على البيزمنت تيمبرين، وجنبها التايب اي دارك سبرماتوجوني، وتحت البيزمنت تيمبرين موجود البلاد بيزلز. يبقى البلاد بيزلز بتغذي السيرتولي سيل وبتغذي التايب اي دارك سبرماتوجونيا. الطيب ايه دارك اللي بعد شويه هتنقسم وتتحول الى طيب ايه بيل، اللي بعد شويه هتنقسم وتتحول الى طيب بي. يبقى كل دي عباره عن سبرماتوجونيا بتنقسم بالميوسيس ولا بالميتوزيس؟ بالميتوزيس، صح كده. طيب هنبص نلاقي السيرتوليس بتعمل ايه. بص كده معايا، السيرتوليس هيطلع من السيمبرين بتاعها بروجكشن في كل الاتجاهات. طب واللي جنبها هيطلع منها نفس البروجكشن، وهكذا وهكذا وهكذا. يبقى لو انزل سهم ما يقدرش يعدي، ليه؟ علشان دي اوكلودنج. يبقى اذا السيرتولي سيل نجحت في ان هي تحجز كل السيلز دي لتحت. تحت مين؟ تحت السيل جانكشن، او تقسم لي اليومن بتاع او تقسم لي اليومن بتاع الجلاند بتاع السمنيفرس تيبيول الى تو كومبارتمنتس. الكومبارتمنت الاولاني اللي فيه السهم ده، وده بنسميه الادليومينال، واللي تحت ده بنسميه البيزل كومبارتمنت. طيب الخلايا دي عايزه تنقسم ويحصل لها ديفرنشيشن وتحول الى برايمري سبرماتوسايت. ايه اللي يحصل؟ نبص كده مع بعض. البرايمري سبرماتوسايت هتعدي من خلال الجانكشن وتطلع فوق البلاد تيستس بارير، لان ده هسميه بلاد تيستس بارير. البلاد تيستس بارير حجاز لي دي عندي، حط لي دي في كومبارتمنت وحط لي دي في كومبارتمنت. دي البرايمري سبرماتوسايت، السكندري سبرماتوسايت، ودي السبرماتيد. السبرماتيد هتروح تقف فوق على الايبكس علشان تتحول الى
سبيرمز. يبقى اذا السبيرمز والسبرماتيد والسكندري والبرايمري سبرماتوسايتس منفصلين تماما عن السبرماتوجونيا، والسبرماتوجونيا ان كونتاكت مع البلاد فيزلز، لكن كل السيلز دي بعيده عن البلاد فيزلز، يبقى ده بنسميه البلاد تيسس بارير. واضح طبعا ان الفانكشن بتاعته ان انا احجز الخليه دي بعيد عن البلاد، يبقى ده البلاد تيسس بارير. يبقى البلاد تيست عباره عن ايه؟ عباره عن اوكلودنج جانكشن بين مين؟ بين اتنين سيرتولي سيلز او الادجيسنت سيرتولي سيلز. بيقسم لي التيبيول لجزئيتين، الجزئيه اللي بره خالص بسميها بيزل واللي جوه بسميها ادليومينال. البيزل فيها ايه؟ فيها السبرماتوجونيا، والادليومينال فيها البرايمري والسكندري والسبرماتيد والسبيرمز. دي اللي هي الصوره الحقيقيه او الرسمه كويسه. دي السيرتولي سيل ودي سيرتولي سيل ودي الاستيل جانكشن ما بين الاثنين عشان يقسم لي التيبيول لجزئيتين، الجزئيه اللي تحت فيها السبرماتوجونيا واللي فوق فيها البرايمري والسكندري والسبرماتيدز. طب ايه الفانكشن بتاعت البلاد تيست بارير؟ رقم واحد بيعمل لي بيئه كويسه قوي للميوتيك سيل ديفيجن. رقم اتنين بيمنع الاوتو اميون رياكشن. ليه؟ لان السبيرم اللي اتكون ده جينوم جديد، لو صنع بروتين، البروتين بالنسبه لصاحبه بروتين غريب، هيتعمل له لو وصل للبلاد هيتعمل له انتي بوديز. علشان امنع ان يوصل البروتينز اللي بتتفرز بالسبيرم للبلاد، امنع الحكايه دي بايه؟ بالبلاد تيستس بارير. رقم ثلاثة بيمنع الاكسبوجر اوف سبرماتوجينيك سيل اللي هي في الميوتك سيل ديفيجن ان هي تتعرض لاي توكسيك سبستنسز وليكن دراجز موجوده في البلاد، يخلي الدراجز دي، يمنع الدراجز دي من ان هي تبقى كونتاكت مع الخلايا اللي في مراحل الميوتك سيل ديفيجن، وبالتالي بيختار للسيلز دي ايه ما يناسبها من هرمونز. ده البلاد تيستس بارير. اخر حاجه هنتكلم عليها في الانترستيشال تيشو، ودي كلمه بسيطه قوي، اللي هي الانترستيشال اللي هي الليدنج سيلز. والليدنج سيلز دي عباره عن اندوكراين سيلز. بتفرز ايه؟ بتفرز التستوستيرون. ده طبعا ما يمنعش ان هي موجوده في وسط كونكتيف تيشو فايبرز وبلاد فيزلز ولينفاتيك. لكن لو هنتكلم عن اللايت مايكروسكوب بتاعه والالكترون مايكروسكوب، فهي عباره عن لارج سيلز موجوده في كلاسترز، يعني مجموعات جنب بعضها. الشكل بتاعها بولهيدرال وسنترال راوند نيوكليس. الفانكشن بتاعتها طبعا بتفرز التستوستيرون، والتستوستيرون استيرويد هرمون، علشان كده الاقي الالكترون مايكروسكوب بتاعها عباره عن استيرويد سيكريتنج سيل. هي موجوده في الهيومن ولا مش موجوده؟ كونتروفيرس. دي كتاب بيقول ان مان كونسيست اوف 3 5 لايرز، وده كتاب بيقول ان سام انيمالز بات نوت ان هيومن مايوت سيلز موجودة وشبه السموث ماسل. مرة تانية تعالى نشوف احنا اخدنا ايه النهاردة. اخدنا التستس، ستروما وبارانكما، اتكلمنا عن الستروما بالتفصيل، تونيكا فاجينالس، تونيكا الروجينيا، باسكولوزا وسبته، واخر حاجة الريتيكولار نتورك. البارانكما اتكلمنا عن الاكسوكراين بورشن، واتكلمنا عن الاندوكراين بورشن، لكن ما اتكلمناش عن الكوندكتنج بورشن اللي هنقوله في محاضرة لوحده. في الاخر بقول لكم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في محاضرة أخرى.